أن البنات هل تمكنوا من إجراء الكشف عن سرطان الثدي؟ خلينا نتابع. كشف سرطان الثدي صار الحين متوفر في كل مكان، وانصح كل امراه انها تروح تكشف عن سرطان الثدي. رحت سويتي الفحص؟ اي سويت الحمد لله. اي أيوة اكيد، يعني من بدايه الشهر وحنا متحمسين ولابسين ونوزع الكل وندعم الكل في انه يفحصون، واللي فيها الله يشفيها ان شاء الله وتصير قويه ولا تستسلم. رحت سويتي الفحص؟ لا الصراحة أنا لا أنا سويتها فحص ذاتي يعني في البيت بسبب ضغوطات العمل وإنه انشغالي الدايم، ماني قادرة إني أطلع دائما. لا ما حسيت بالأعراض صراحة، قالت الأعراض وما حسيت فيهم وما أحتاج أسوي فحص. أنا أسوي فحوصات صراحة، كم مرة أحاول إني أدخل عليهم بس يجينا تردد. يمكن خوف شوي أو ما أدري، خايفة، ولكم مرة أدخل عليهم على إني أبي أسوي هالشيء بس سبحان الله ما يكتبوا هالله. No, not yet. لأنه قاعد أسوي المنزلي، فيعني أشيك بالمنزلي، لكن أروح أسوي في مكان لا. سبقي وكشفت بس من فترة طويلة جدا. زي ما شفنا مشاهدينا طبعا في خلال البوكس بوب او سؤال الشارع، كان في اللي قدر يسوي الفحص وفي اللي ما قدر يسوي الفحص، لكن عنده نيه انه ان شاء الله. لا بس انا قهرتني في وحده، معلش مره قهرتني، تقول انا قاعده اوعي الناس من بدايه الشهر، ما ادري سالتها طب انت سويت لي؟ لا ما احتاج. بس كانت أسوي. صريحه يا ريم، ليش ما يحتاج انا اسوي نايه؟ ام انت بتوعي على ايش؟ انت بتقولي انا ما يحتاج اسوي على الفحص يعني. الذاتي في المنزل، فيمكن هذا السبب هي تشعر ان هي مكتفيه، لكن هذا ما يمنع انها تعمل التراساوند وتكشف. مشاهدينا فاصل ونرجع.